اول حاجه عايز تكلمني عنها فاروق النهارده كرات السبت الاسري مع نادي الزمالك في ماتش المقاولين، لان انا شفت لقطه غريبه. عايز نشوفها مع بعض، يلا هاتوها ونشوف اسوريو فكر فيها ازاي. قبل بس ما نعرض الحلقه، هو كان معروف مع فريرا ان الزمالك مميز جدا في الكرات الثابته، يعني تقريبا 50% نقدر نقول في بعض الفترات كانت اغلب اهدافه من كرات ثابته. مظبوط. فانا لو انا مميز في حاجه وعندي نفس العناصر اللي كانت بتطبق ده، لان اللعيبه ما مشيتش، زيزو هو اللي بيرفع خط الدفاع هو عبد المجيد وكل الناس موجوده، فانا مميز في حاجه ما غيرهاش. صح. لو شفنا بقى في ماتش المقاولين هو حب يطبق فكره جديده جدا انا مش ما فهمتهاش. خلينا نعرض اللقطه. ادي الكوره، هنشوف بقى تمركز لعيبه. ده زيزو بيقول هو في ايه يا جماعه، لان التمركز غريب جدا. خلينا نشوف التمركز اولا، نقف هنا. بص الجاب ما بين اللاعب اللي واقف بيدار على حارس المرمى ولعيبه الزمالك كلها بره منطقه الجزاء. نكمل اللقطه، في لقطه بقى من فوق هتبين المساحه كبيره جدا، وحتى زيزو مستغرب قبل ما يلعب اللعبه. هو عمرو السيسي عاوز يعمل بلوك على محمود ابو الصعود. اللقطه من فوق هتبان دلوقتي، لا في حاجه غريبه هنا. المساحه دي كلها الفاضيه دي، هو سوري عايز يعمل فيها ايه؟ عايز يعمل فيها الاندفاع من لعيبه الزمالك، وان انت تعتمد على الرقابه الفرديه، فانت لما تندفع ويبقى ليك مساحه ان انت تخش جوه منطقه الجزاء هيكون ليك افضليه على المدافع. الكلام ده لو انا العب الكره ازاي؟ لازم العب الكره اعديها من المدافعين الزون او المدافع الطويل اللي واقف للمقاولين، في واقف في الزون يقفل الكره على القايم القريب. هنشوف الكره اتلعبت ازاي؟ هنلاقيها اتلعبت على القايم القريب. انا ما استفدتش اي حاجه من اللي انا عملته، وغيرت افكاري وغيرت الفكر اللي انا حاطه وكنت بستفيد بيه. الكره اتلعبت على امل قريب، خرجت بسهوله جدا، ما استفادش منها نادي الزمالك. نيجي بقى لقطه الهدف الرابع في ماتش ارتا سولار. رجع تاني. نيجي بقى لقطات السكرين شوتس بتاعه سكرين شوتس يا جماعه، مفيش صور بتاعه الهدف بتاع ارتا سولار. رجع تاني لنفس افكار فريرا، اكثف اللعيبه اللي موجوده قدام حارس المرمى ما بين منطقه الجزاء وما بين خط ال 6 يارد. دي لو شفنا الصور هنلاقي اربع خمس لعيبه موجوده ورا بعض تتلعب الكوره بنفس الطريقه في نفس المساحه اللي كانت بتحصل ايام فريرا. وده خلى ان انت لما الحارس بترد منه الكوره بيقدر للاسف مش هتبقى معاه، مش هتبقى معاه. خلاص خلينا بقى لقطه تانية مهمه جدا برضو في نفس ماتش المقاولين. هدف المقاولين نعرض الهدف، لان في نقطه مهمه جدا وغريبه برضو من اسوري. احنا لو عدينا لعيبه الزمالك بقى هنا اما تتلعب الكوره هنلاقي الكوره دي في الدقيقه كام؟ تقريبا في 96. لو عدينا لعيبه الزمالك كام لعيب موجود؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 في الدقيقه 96 في 2 لعيبه من الزمالك موجودين عشان الهجمه المرتده. الهجمه المرتده انا كسبان 1-0 في الدقيقه 96، والحكم هيصفر بعد الكوره دي. خلاص الحكم هيصفر، لازم كل فرقتي تبقى موجوده في منطقه الجزاء. هنعرض نكمل اللقطه، انا هوريك لعيبه الزمالك اللي موجوده. نعرض نكمل اللقطه هنا كمان، الكره اتردت. انا لو عندي كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء الكره دي هتطلع، مش هيبقى عدد المقاولين اكتر قلت بشكل ده. نقطه مهمه جدا اول مره تتقال جدا. هنكمل اللقطه. المقاولين اكتر، لعيبه الزمالك قليله. انا في اخر ثانيه الحكم هيصفر بعد اللقطه دي. إن لم يكن عبد الغني لو ما طلعهاش. بص هنا نقف بقى، نقف نرجع تاني. نرجع بيعمل ايه اللعيب ده؟ اوباما موجود هنا بيعمل ايه في الدقيقه 96؟ اوباما اهو موطي دوت، بيعمل ايه في الدقيقه 96؟ هجمه مرتده ازاي؟ هتجيلي انا راجل كسبان، انا ما بلعبش. بالمناسبه كريم، دي كانت بعد اللقطه بتاعت لما لعيبه نادي الزمالك في اخر المباراه خدت الكوره وبداوا يبقى في سنه استعراض شويه، فبالتالي كان المباراه خلصت، المباراه كانت صعبه وفرق واحد بس.